أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. قامت شركة مواصلات كروة بالتعاون مع شركة يوتونغ وتحت إشراف وزارة المواصلات بتجربة تشغيل قياسية ناجحة للحافلة الكهربائية ذاتية القيادة، وعلى متنها عدد من الركاب في مستودع لوسيل للحافلات الكهربائية. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ استراتيجيات وزارة المواصلات المتصلة، وأهمها استراتيجية التحول الشامل والتدريجي لمنظومة النقل العام الكهربائي، واستراتيجية المركبات ذاتية القيادة التي أطلقتها الوزارة في سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى دعم الابتكار واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطور العالمي في قطاع النقل والمواصلات، واعتماد وسائل ونظم نقل ذكية وصديقة للبيئة لتحقيق منافع متعددة، أهمها توفير استهلاك الطاقة والوقود وتخفيض الانبعاثات الضارة والبصمة الكربونية للدولة وتقليل الحوادث المرورية. للمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام، نشرك معنا السيد مسند علي المسند، مدير مشاريع في إدارة شؤون النقل العام في وزارة المواصلات. سيد مسند صباح الخير، نشكركم على تلبية دعوتنا اليوم في تلفزيون قطر، ونود بداية أن تحدثنا عن تجربة التشغيل القياسية الناجحة التي قامت بها كروة بالتعاون وتحت إشراف وزارة المواصلات. طبعا أخوي مروان، بداية شكرا لكم على الاستضافة. قامت وزارة المواصلات مؤخرا بالتعاون مع الأخوان في شركة مواصلات كروة وشركة يوتونغ الصينية بتجربة للحافلات ذاتية القيادة. التجربة هذه تأتي امتدادا لتجارب سابقة حدثت. تمت التجربة في مستودع حافلات لوسيل بوجود ركاب على متن الحافلة. نفس ما ذكرت، هي امتداد لتجارب سابقة حدثت في المدينة التعليمية مع نفس الشركاء، باختلاف أن التجربة اللي حدثت مؤخرا بوجود ركاب نفس ما ذكرت. طبعا أهمية تكرار هذه التجارب وتطويرهم من تجربة لأخرى هي أهمية كبيرة ولها منافع كثيرة، يعني لعل أهمها هو طبعا ضمان أن هذه التكنولوجيا والمركبات الحديثة هذه مناسبة للسوق القطري ولمنظومة المواصلات في الدولة، بالإضافة طبعا إلى التأكد من نواحي الأمن والسلامة في هذه المركبات والتكنولوجيات الحديثة هذه. يعني تجربة لربما مدهشة من ناحية أنه سؤالي هل ستكون ذاتية القيادة بمعنى لا سائق في هذه الحافلات؟ هي لما نتكلم عن ذاتية القيادة، ذاتية القيادة لها مستويات، يعني مستويات متعددة تبتدي من 1 إلى 5. احنا في الدوحة نستهدف المستوى الثالث، لما نطلع اكثر من الثالث يعني عندنا الرابع والخامس. الخامس بلا بدون وجود راكب وبدون وفي مكان منفتح بالكامل يعني، وهذا شيء غير مطبق في اي مكان في العالم حاليا. فاحنا نستهدف المستوى الثالث بوجود راكب لكن بخصائص ذاتية قيادة بالكامل. ماذا سنستفيد من هذه المبادرة؟ هي فائدة كبيرة نفس ما ذكرت. احنا نتكلم عن استراتيجية كاملة للتحول الكهربائي، يعني في الدولة عندنا وفي وزارة المواصلات نطمح إلى وجود منظومة نقل عام كهربائية بالكامل، فهذه تعتبر خطوة كبيرة نحو الوصول إلى هذا الهدف، بحكم أن مركبات ذاتية القيادة مركبات تعتبر كهربائية بالكامل وتقدم العديد من الخصائص اللي تفيد في منظومة المواصلات العامة في الدولة. هناك يعني استراتيجية أطلقتها الوزارة
للمركبات ذاتية القيادة في سبتمبر الماضي. أهمية هذه الاستراتيجية كإطار منظم للحافلات الجديدة والتحول الجديد. طبعا نفس ما ذكرت التجربة هذه تقع تحت جهود الوزارة في مواكبة التطور وجميع التكنولوجيات الحديثة اللي تطلع في منظومة المواصلات في العالم. طبعا استراتيجية مركبات ذاتية القيادة تم إطلاقها في شهر سبتمبر من العام الماضي في مؤتمر خاص قامته وزارة المواصلات. الاستراتيجية هي استراتيجية خمسية لمدة 5 سنين قادمة، تنظر إلى تجهيز الدولة بشكل كامل من جميع النواحي قبل البدء بالعمليات التشغيلية. الاستراتيجية تركز على ست نقاط أساسية يجب علينا النظر فيها في 5 سنين القادمة. لعل أهم هذه النقاط طبعا البنية التحتية التشريعية وكيفية تجهيز التشريعات اللازمة بالشكل اللازم قبل البدء بعمليات التشغيل. أيضا البنية التحتية الرقمية طبعا مهمة جدا فيما يخص المركبات ذاتية القيادة، وأكيد نواحي الأمن السبراني. إحنا لما نتكلم يعني عن المركبات ذاتية القيادة هي مركبات مليئة بالتكنولوجيا بحكم أنها ذاتية القيادة، ولهذا يعني مهم جدا تأمين نواحي الأمن السبراني بشكل كامل تفاديا لحدوث أي اختراقات لا سمح الله تؤدي إلى حوادث وما إلى ذلك. طبعا هي استراتيجية نفس ما ذكرت لمدة 5 سنين قادمة، بهدف بإذن الله في نهاية هذه الاستراتيجية نصل إلى مستوى جاهزية يسمح لنا البدء في عمليات التشغيل. إذن يعني هي الآن عمليات أنا نقول تجريبية إلى حين إن شاء الله تعميمها والبدء بتطبيقها بعد 5 سنوات. هي الاستراتيجية نعم صحيح لمدة 5 سنوات بهدف الوصول بعد 5 سنوات إلى الجاهزية التامة نفس ما ذكرت. بعد الوصول إلى الجاهزية التامة في جميع النواحي الموجودة في الاستراتيجية، النواحي الستة المذكورة، بعدها يتم النظر إلى إطلاق هذه المركبة ذاتية القيادة في استخدامات متعددة، لعل أهمها كوزارة مواصلات النظر لاستخدامها في منظومة المواصلات العامة في الدولة. أيضا سيد مسند ومشاهدي الكرام، وفي سياق متصل حول إشراف وزارة المواصلات على تأمين مواصلات نوعية لجماهير كأس العالم أو كأس آسيا، أعلنت شركة سكك الحديد القطرية الريل عن بلوغ إجمالي أعداد الركاب الذين استخدموا شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل خلال منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا قطر 2023 في الفترة من 12 إلى 16 من يناير 2024 نحو 1,079,000 راكب. وللمزيد من التفاصيل نذهب بكم إلى الزميلة نادين البيطار وهذا التقرير المفصل حول ركاب المترو خلال هذه الفترة. صباح الخير مرة أخرى نادين، إليك التفاصيل. شكرا لك مروان. إذن شهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 إقبالا جماهيريا على استخدام خدمات مترو الدوحة للذهاب إلى ملاعب البطولة، مع إتاحة الفرصة لإصدار تذكرة اليوم الواحد مجانا لحاملي تذاكر المباريات. وقد أعلنت شركة سكك الحديد القطرية الريل عن بلوغ إجمالي أعداد الركاب الذين استخدموا شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل في بطولة كأس آسيا طبعا بالفترة من الثاني عشر إلى السادس عشر من 2024 طبعا نحو 1,079,340 راكب طبعا عبر يعني أو هذه الفترة من 12 إلى 16 يناير. وطبعا تنقسم إلى 1,040,000 راكب استخدموا المترو، 38,000 شخص استخدموا الترام. كما شهدت خدمات المترو والترام إقبالا كبيرا من جانب جماهير كأس آسيا، خاصة خلال المباراة الافتتاحية للبطولة التي جمعت المنتخبين القطري واللبناني على استاد لوسيل. إذن تم نقل 234,860 راكب على شبكتي مترو الدوحة وترام لوسيل في هذا اليوم تحديدا أي الافتتاحية. كما أتاح المترو للجماهير الوصول لمناطق الفعاليات بمناطق مختلفة مثل سوق واقف، درب لوسيل، أيضا ك
كتارا، الكورنيش، حديقة البدع، حيث طبعا إكسبو الدوحة 2023 للبستان، والتي ترتبط أيضا هذه السكك بمحطتي البدع والكورنيش على الخط الأحمر. خلال الجولة الأولى كانت محطات لوسيل كيو أم بي ومركز المعارض ومشارب أكثر المحطات إقبالا من قبل الركاب، فيما كانت محطة القطيفية الأكثر استقبالا في شبكة ترام لوسيل. أيضا تقوم الريل بتشغيل أسطول قطارات مترو الدوحة بالكامل، وذلك مكون هذا الأسطول من 110 قطارات، كما يتم تشغيل القطار المكون من 6 مقطورات تحديدا على الخط الأحمر لمضاعفة الطاقة الاستيعابية 1120 راكب في القطار الواحد، طبعا إلى جانب تقليل الزمن التقاطر لمدة 3 دقائق في أوقات الذروة قبل وبعد المباريات على الخطوط الثلاثة. تمتاز شبكة مترو الدوحة بارتباطها بملاعب بطولة كأس آسيا وأيضا أماكن إقامة الفعاليات المصاحبة للبطولة، حيث يرتبط المترو مباشرة بخمسة ملاعب من 9 المخصصة للبطولة، هي استادات لوسيل، أيضا خليفة الدولي، استاد أحمد بن علي، استاد المدينة التعليمية، واستاد جاسم بن محمد، مما يتيح طبعا للجماهير التنقل بسهولة بين المباريات، بينما يتم الوصول للاستادات غير المرتبطة بشكل مباشر بالمحطة من خلال خدمة الحافلات، وهذه الخدمة طبعا من خلال الجهة المنظمة للبطولة. الآن عودة إلى مروان وضيفه الكريم لمتابعة طبعا التفاصيل. شكرا لك نادين، والعودة إلى السيد مسند علي المسند، مدير المشاريع في إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات. نرحب بك مرة أخرى. نجاح كبير إذن لعمليات النقل، نقل الجماهير في كأس آسيا، دللت عليه هذه الأرقام الكبيرة عن حجم الركاب سواء للمترو أو لترام لوسيل. حدثنا عن جهوزية التنظيم، كيف نظمت وزارة المواصلات، أشرفت على هذا الدور الكبير في نقل الجماهير من وإلى الملاعب؟ طبعا التنظيم هذا يعني فيه جهات عديدة مشاركة فيه، منها وزارة المواصلات، الجهات المشغلة مثل قطر ريل فيما يتعلق بالمترو والترام، شركة مواصلات كروة فيما يتعلق بحافلات النقل العام، وطبعا اللجنة المنظمة للبطولة بشكل عام. طبعا المترو والترام، التقرير تكلم عن المترو والترام، فالمترو والترام جزء لا يتجزأ يعني بصراحة من منظومة النقل العام في الدولة، وأثبتوا نجاح كبير في نقل الركاب والجمهور في العديد من الفعاليات، ابتداء من كأس العالم اللي انتهى في عام 2022، والأرقام الهائلة بصراحة اللي حققها المترو من أعداد ركاب يصل إلى الملايين يعني، وهذا النجاح نشوفه مستمر حتى في بطولة كأس آسيا القائمة حاليا، حيث أن نفس ما ذكر التقرير يعني في أول 5 أيام مترو الدوحة حقق عدد ركاب يقارب 1,040,000، 1,050,000 في 5 أيام فقط، هذا رقم كبير جدا. والترام حقق ما يقارب، ترام لوسيل حقق ما يقارب 40,000 خلال هذه 5 أيام. طبعا هذا يدل على نجاح منظومة النقل العام في الدولة في استضافة هذه الفعاليات وحتى في الحياة اليومية، حيث أنه يعني نشوف أعداد ركاب لا بأس به في الأيام العادية غير أيام البطولات. فنتمنى بإذن الله استمرار هذا النجاح في البطولة وحتى ما بعد البطولة، ومتأكدين بإذن الله أن المنظومة هذه، منظومة النقل العام في الدولة، جاهزة لاحتضان أي فعالية قادمة في المستقبل. السيد مسند علي المسند، مدير المشاريع في إدارة شؤون النقل العام بوزارة المواصلات، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا لك. شكرا لك.